اللي ما يصير اليوم هو عرس ديمقراطي حقيقي، نحترم إرادة الناس بآخر النهار. شو بيطلع معنا بآخر النهار؟ لازم كلنا نحترم هذه النتيجة لأنه بكون هيدي إرادة الناس. إذا بدك توصف سيد المعركة، يعني في ناس اعتبروها معركة الرئاسة، في ناس اعتبروها معركة الأحجام، في ناس اعتبروها معركة تثبيت الزعامات، حضرتك شو بتقول؟ هلا نحن بننطر النتيجة بآخر النهار بنجاوب على كل هالأسئلة. اللي صار باليومين الأخيرين بموضوع الحملة الانتخابية وانتظار اللحظات الأخيرة قبل الصمت الانتخابي والتصريحات اللي طلعت كانت تسيء إلى هذه العملية الانتخابية. ننطر نشوف بعدين إذا بتثبت الزعامات، ونشوف بعدين إذا بتثبت القوى، ونشوف الناس مع مين، وبعد منا بنقرر. بدل ما نحكي نحن كل النهار عن الناس، هذه فرصة بين الناس هن يحكوا عن حالهم ويقولوا مين هن بدهم. راضي عن سير العملية الانتخابية؟ راضي عن سير العملية الانتخابية، في بعض الشوائب الخفيفة اللي ما بتأثر برأيي بالعمق، بس إنه يعطيه ألف عافية وزير الداخلية الأستاذ نهاد المشنوع، والله يقويه ويعطينا ألف عافية الشباب كل الموجودين هون، رؤساء أقلام قوى أمن جيش لبناني، أمن عام، الجميع كلهم عم بيعملوا جهد استثنائي في هذا النهار، كل ما حدا نايم الله يقويه ويعطينا ألف عافية. هل هي انتخابات الزفت؟ يعني هلا كثير منيح، سمعت أنا بآخر شهر الحكي الكلام اللي صار عن الزفت. بدنا نرجع لمثل هذا النهار من سنة لما كنت أنا بالوزارة، كيف كان الزفت؟ ما كان في انتخابات. إذا بنقارن ما جرى السنة السابقة مع اللي صار السنة وبنلاحظ في فرق. هلا في ناس من ضعفهم بدهم يقولوا إنه هذا زفت انتخابي، هذا بيكونوا ما يغطوا عجزهم. إنه بدهم يقولوا إنه هيدي الطريق تزفتت لأنه اللي بدنا أصحابها ينتخبوا معنا، بيكون هذا كثير غلط، كثير عم بيسخف الناس ورأي الناس وعقل الناس. الناس بينتخبوا مطرح اللي بيشوفوا مصلحتهم، مطرح اللي الناس بتجسد لهم قناعاتهم، مش مطرح واحد بيحط لهم زفت. ولا في ناس ممكن بالميل السياسي، يعني بين امبارح واليوم صرنا كثير سامعين عن اقوال عم يتم تداولها انه عم بيتم دفع اموال خصوصا بضياع السنيه. اول شيء بدي اقول لك شغله، هيدي الانتخابات اللي احنا بيعرفوا الاخوه السنه الموجودين بهذه الدائرة بالأربع أقضية إنه هن وحدهم بيعملوا حاصل انتخابي، وهذا الحاصل الانتخابي اللي بيقدروا يعملوه أصوات السنة في هذه الدائرة ما عندهم ممثل سني في هذه الدائرة. بالتالي كان في تهافت للقاء الناس السنة لإقناعهم بإعطاء الصوت التفضيلي أو الصوت لمصلحة لائحة من اللوائح الثلاثة. كمان بدي أقول هذا ما بيليق أبداً انه نقول انه الاخوان السنة اللي عايشين بهذه الدائرة